السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في فيديو جديد على قناة دكتور كمبيوتر. النهاردة هنتكلم عن طريقة تثبيت ملفات الـ XEBK على الأندرويد. طبعا الملفات دي بيستخدمها كتير مننا في تنزيل الألعاب، خاصة هنشرح ازاي نقدر نثبت ملف الـ XEBK على الجهاز عندنا في تثبيت التطبيقات والألعاب كبيرة الحجم. هيكون عندنا حاجتين، هو برنامج الـ ES اللي قدامنا ده اللي أنا واقف عليه، وملف الـ XEBK. بس ده كل اللي هنحتاجه. هنفتح الـ ES ده، الـ ES طبعا هنلاقي رابطه أسفل الفيديو، ولو عاوزين تشوفوه على متجر بلاي بحيث إن أنت تنزله عادي خالص. هنروح كده نجيب متجر بلاي، أهو ده متجر بلاي. لو كتبت ES إكسبلوتور ديتي أهي، تمام، الصيغة اللي قدامنا دي هنلاقي أول واحد معانا اللي هو ده، لا مكتوب جنبه تم التثبيت، ده اللي أنا ثبته AS File Explorer File Manager. هنفتحه بعد التثبيت. طبعا هنلاقي عندي وحدتين تخزين، أنا حاطط ملف الإكسبلورر هنا اللي هو ده، تمام. ملف الـ XEBX XEBK بيبقى امتداده XEBK. ثواني، أنا ده الملف هنعمله اعاده تسميه. طبعا انا عامل له هنا اعاده تسميه بالزد اي بي، لكن هو كان لاني لسه كنت بجرب الشرح اكس اي بي كي، ده اللي بينزل بيه، تمام. ده اللي هيكون عندك ملف الاكس اي بي كي، انت هتحوله الامتداد هتخليه زد اي بي، تمام، وهتقول له موافق، كلام سليم، يبقى هتقف عليه، تمام، وهتعمل له زي ما قلنا اعاده تسميه. هنعمل له اعاده تسميه الملف كده، بنقف عليه كده ضغطه مطوله، هنلاقي تحت اعاده تسميه او رينيم على حسب اللغه عندك، رينيم، وبتخلي امتداده زد اي بي بدل اكس اي بي كي زي ما احنا شايفين كده، تمام. دي اول خطوه بحيث ان انا اقدر اتعامل معاه من خلال برنامج اي اس. بعد كده لو انا ضغطت عليه وخشيت عليه هلاقي ان انا دخلت على الملفات اللي جوه الملف ده. هلاقي عندنا الملفين اللي هنحتاجهم، اللي هو ملف الاي بي كي ده الاخضر عندنا، وملف اللي جوه الاندرويد. هنحتاج ده، هنروح اولا عند ملف الفولدر الاندرويد او بي بي، والملف ده هناخده كوبي، هنقف عليه كده ضغطة مطولة وهناخده نسخ او كوبي، هي تحت اهي بضغط عليها، تمام، وبعمل باك كده على ممكن تعمل باك، تمام، باك. احنا عاوزين نحطه في على التخزين الداخلي هنا. خش على التخزين الداخلي او الخارجي على حسب ما عندك المساحه، يفضل الداخلي. روح على الداخلي هنا واضغط، انا خلاص اخده كوبي، خلي بالك اخده كوبي مفعله. يبقى هنروح على التخزين الخارجي وهنروح على ملف الاندرويد، تمام، ومنه على ملف او بي بي، وهنعمل له بيست، لصق بيست او لصق، اهي تحت اهي لصق اهو. طبعا عشان انا حاطه قبل كده موجود، هو يقول لي هتقول له بس نسخ، هيبدا نسخ الملفات بكل سهوله في المكان ده. يبقى اول نقطه خلاص احنا عملنا نقل للملف هنا، الملف اللي هو ده نقلناه في وحده التخزين الداخلي عندنا اللي هو الملف ده اهو، خدناه كوبي زي ما قلنا، والفولدر ده خدناه كوبي وحطيناه في الاكسترنال. بعد كده الخطوه الثانيه بروح على برضو الملفات هنا في اللي انا عملت لها جوه دي، وعلى ملف الاي بي كي بضغط عليه وبعمل عمليه تثبيت عادي خالص، كاني بثبت اي تطبيق بياخد المراحل بقى له تثبيت. لو قابلك ان التطبيق غير مسموح ليه بتخش على الاعدادات وتقول له السماح لهذا التطبيق بتثبيت التطبيقات، تقول له تثبيت، بيبدا عمليه تثبيت لعبه الببجي بكل سهوله. على ده كان مثال، احنا حاطين مثال هنا على لعبه ببجي بامتداد اكس اي بي كي. طبعا تقدر تنفذ الطريقه على اي تطبيق او اي لعبه او اي برنامج بصيغه الاكس اي بي كي. اتمنى يكون الشرح سهل وواضح، كل اللي احنا بنحتاجه برنامج الاي اس اكسبلور، تمام، او اكسبلور فايل مانجر اهو، وكل اللي بنحتاجه بعد كده ان احنا بننقل الملف، بنغير ملف اللي موجود عندنا
اللي هو ال اكس اي بي كي بنخليه زي الاي بي بحيث نقدر نخش جواه، وبننقل ملف اللي جوه فولدر اندرويد اللي هو ده اللي هو قبل الاخير. هتلاقي دايما الملف الاخير في علامة استفهام، احنا هننقل الملف اللي هو ده اللي هو ده كده، ناخده كوبي زي ما قلنا وبنحطه على الاندرويد في التخزين الداخلي هنا اهو، ملف الاندرويد او بي بي، ونحطه هنا بيست تمام. وبعد كده زي ما قلنا بنخش تاني على الملف اللي غيرنا اسمه زد اي بي امتداده، وبنشغل ملف الاي بي كي، وبعد كده بنفتح عادي خالص ملف الاي بي كي اللي هو اتسرق اهو، ببجي اتثبت. لو نضغط هتشتغل معايا عادي جدا على الجهاز. ده كان شرح سريع لطريقة تثبيت ملفات الاكس اي بي كي على جهازك بكل سهولة. من يكون الشرح واضح وسهل، في استفسار اتمنى اشوف التعليقات. لو الفيديو عجبك اعمله لايك، لو عايز تفيد بيه غيرك اعمله مشاركة، لو مش مشترك معانا على قناة دكتور كمبيوتر اتمنى تكون مشتركين معانا. ما تنساش تفعل الجرس علشان تتابع جديدنا وعلشان تشجعنا على المزيد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.